بصح ليه الدنيا انا اعوذ بالله عزيز. عندها ازمه هذه مع الاسره معليش نظن معاناه الشعب الجزائري بالسياسه سينتهي. لماذا فشلت الدول العربيه في بلوغ قائمه القصيره لمسابقه الاوسكار رغم ان هناك انتاج افلام سينمائيه جميله جدا وعالميه؟ مش ممكن تقول ان هذه الدول العربيه فشلت، لانه في افلام من دول كثيره، في هناك 85 دوله شاركت، وفي النهايه اختير 9 من هذه الافلام، وفي نهايه المطاف حيكون فقط 5 افلام. فلا تستطيع تقول ان الدول العربية فشلت، لان في كمان دول اخرى، فما نقدرش انه دائما نفكر بالفشل بما يتعلق بالعالم العربي. هو شيء جيد ان في 9 افلام من الدول العربيه. الاحتفاء بالافلام العربيه اللي رشحت الاوسكار، الترشيح في حد ذاته انا شايف انه هو خطوه ايجابيه جدا بتسعدنا وتخلينا فرحانين، والاحتفاء هنا احتفاء عربي بهذه الافلام، احنا بنحتفي بالافلام اللي رشحت، لان الترشيح النهائي ده مش بتاعنا، وفي توائمات وفي اشياء اخرى ما لناش دخل فيها احنا كعرب.